التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، الموضوع الرئيسي للدورة الوزارية 30 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا، التي عقدت يومي 27 و28 من حزيران يونيو في العام 2018 في بيت الأمم المتحدة في بيروت، خطوة جديدة في مسيرة اللجنة الأقليمية العريقة في العمل الإنمائي من التنمية الاقتصادية ثم الاجتماعية، هي اليوم حاضنة لخطة التنمية المستدامة في المنطقة العربية. في قلب العاصمة اللبنانية عقدت الإسكوا دورتها 30 في حضور فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون ورعايته، وبمشاركة حشد من الشخصيات الوزارية والخبراء العرب والأجانب. ولا شك بأن هذا الموضوع الذي اخترتموه محوراً لأبحاث دورتكم هو موضوع حيوي وملح، فلا يمكن إهمال التكنولوجيا ودورها في مسيرة التنمية في منطقتنا العربية. تحمل الإسكوا رؤية عالمية متعددة الأبعاد والخلفيات الثقافية إلى منطقة ذات خصائص ومزايا عديدة وتجمعها بالعالم حاجة مشتركة إلى السلام بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية. إن الرسالة التي ترغب الأمم المتحدة في توجيهها اليوم إلى جميع المعنيين هي دعوة صريحة إلى تبني التكنولوجيا والابتكار في خدمة البشرية. وتهدف الإسكوا إلى بناء مستقبل يكون فيه لكل إنسان فضاء من الأمان لينمو في الأسرة والمدرسة والعمل والمجتمع، وهل هذا ممكن من دون التكنولوجيا؟ هذا السؤال كان موضوع نقاش بين مندوبي الدول ونخبة من الخبراء والباحثين ومندوبين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني لمعرفة كيفية بناء المجتمعات المنيعة والمزدهرة من خلال التكنولوجيا كأداة للتنمية. نقل التكنولوجيا في ضوء كونها عملية ضرورية لتأمين بيئة صحية للعمل ولتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة مثلما شاهدنا في الفيلم الذي عرض منذ دقائق، وأيضاً لتعزيز وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق خطة 2030 وتلبية الاحتياجات الخاصة لمختلف هذه الدول العربية وخاصة الدول الأقل نمواً. وتميز هذا الحدث بحلقات حوار جمعت الوزراء والخبراء المشاركين في نقاش ركز على دمج التكنولوجيا والابتكار في خطط التنمية الوطنية وعلى دور التكنولوجيا في مواجهة التحديات الأقليمية وعلى الفرص والتحديات والخطط المستقبلية. الرسالة الأساسية اللي خرجت من النقاشات هي التأكيد على أهمية التكنولوجيا كأداة ووسيلة لدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة. أيضاً هناك رسائل تعلقت بدور التكنولوجيا في خلق الوظائف وخاصة لقطاع الشباب. وبعد غوص عميق في المواضيع المطروحة على مدى يومين صدر عن الدورة توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية، ركز على التكنولوجيا والابتكار للعمل اللائق وتمكين الشباب وعلى النظم التكنولوجية القوية، كما على درء النزاعات والحد من مخاطر الكوارث وغيرها من القرارات. نحن أيضاً سعداء بتوافق بيروت الصادر عن الدورة الوزارية والذي في رأينا يضع للأمانة خارطة الطريق لتقديم الدعم للدول الأعضاء للاستفادة من التكنولوجيا كأداة لتنفيذ خططها الوطنية للتنمية المستدامة. معاً نحمي أملنا بمستقبل لضمان تنمية لا تهمل أحداً وبخطة طموحة تستثمر في الإنسان والبيئة. وللذكرى قلم يحمل زرعاً لفكر متألق وبيئة نظيفة.